الالكتروني تاليوين 24. مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي سنجريه مع مؤلف كتاب أجنان بين المطرقة والسندان، مع السيد احمد ايتود. اولا سي احمد ايتود، مرحبا بك. شكرا. اولا من يكون احمد ايتود؟ احمد ايتود فاعل جمعوي، شاب معطل، خريج جامعة ابن زهرة 1998، شعبة الأدب العربي. بعد تخرجت من الجامعة مشيت للبلاد ودرست هناك ودخلت على العمل الجماعي، من الاجتماعي الفلاحي، وتكملت تما. اشتغلت مراسلة شحال من جريدة، تقريبا في ربما لقيت واحد علاقة جذرية ما هو سياسي وما هو جمعوي، ودخل في العمل السياسي في الانتخابات المجتمعية الأخيرة. ومنت واحد فشل، هذا الفشل هو السبب باش خرجت التنشيط. هذا الكتاب يحمل عنوان أجنان بين المطرقة والسندان، خواطر أدبية وقضايا سياسية. أولا، ما هي الدوافع التي جعلتك تكتب هذا الكتاب أو تؤلف هذا الكتاب؟ ربما الهدف، ربما السبب هذه الهزيمة ربما هي السبب الرئيسي باش خرجت هذا الكتاب. أصلا كنت عندي واحد محاولات عددية ولكن كانوا مخطوطة، بحكم أنه المجتمع المغربي لا يقرأ، صعب جدا أن تغامر وتفز كتابا. لهذا كان نكتب بعض النصوص في بعض الجرائد الأدبية، قصص رسم مقالات، ولكن ربما بغيت الناس باش يعرفوا واحد تجربة ديال الفعل الجمعوي دخل الميدان السياسي وفشل. هذا هو السبب باش غامرت وخرجت الكتاب. قراءتنا للكتاب او ربما مبصرة عفوا مبصرة، مجرد ان نبدا في قراءة الكتاب نجد ان معظم فقراته كتبت بعد الانتخابات. ماذا سيكون ردك لو نجحت في هذه الانتخابات؟ لو انا نجحت في الانتخابات ما اصدرت هذا الكتاب. يعني لن تصدر هذا الكتاب؟ لانه الادب يولد من معاناة. نعم. اذا نجحت ما غاديش يكون معاناة، وبالتالي الكتاب ما غاديش يخرج. ربما ايضا الكتاب يعني كتب باسلوب بأسلوب متشائم، إن صح هذه العبارة، بأسلوب متشائم. علاش هذا الأسلوب هذا؟ ربما هذه اللحظة الكتاب هو في لحظة انفعالية، وبالتالي في هذه اللحظة الإنسان ربما بعد الهزيمة تحس بواحد المرض، واحد الياس، واحد التشاؤم. ربما لو أن مثلا انتظرت شهورا ما غاديش نخرج على الكتاب. هذيك الكتاب لحظة انفعالية، هذا هو تحدثت عن أجنان في كتابك، العنوان يعني عريض جدا أجنان. لماذا لم تكتب عن المنطقة ككل؟ لماذا بالضبط أجنان؟ أو لماذا لم تكتب عن المنطقة ككل؟ الكتاب الثاني إن شاء الله، ما قلت لك الكتاب هو انفعالي، أريت اللحظة السياسية معينة في منطقة معينة في ربما هذا نموذج مصغر لما يقع في السياسة في العالم العربي بصفة عامة. ربما إن شاء الله في الكتاب المقبل سوف إن شاء الله أكتب عن أجنان الثقافة، أجنان الطبيعة، أجنان المجتمع. لهذا فقط الكتاب هو سياسي أكثر مما هو أدبي وتاريخي. يعني
سؤال يعني بصيغه اخرى، يعني لماذا لم تكتب عن خارج منطقه اجينان مثلا، عن منطقه اخرى تاليوين والى اخره؟ يعني لماذا لم تكتب عن خارج المنطقه، او هل اجينان، هل موقع في اجينان هو ما يقع خارج اجينان مثلا من خلال الكتاب؟ ربما هذا موقع اجينان هو فقط نموذج، نموذج نعم، نموذج مصغر لما يقع في المغرب كامل، في تاليوين وحدها، بل في العالم القروي هناك الناس يصوتون للمال، يصوتون للقبيلة، يصوتون لا يهمهم الشخص، بل فقط يصوتون وفق معايير محددة، لا ليست بسياسية ولا فقط معايير ماديه اكو عليه الدعوه الشريف، فيها ماديه وفيها جوانب العصبيه القبليه. انك فاعل جمعوي، يعني فاعل جمعوي، قمت بتاسيس جمعيات، جمعيه نسبيه تعاونيه ربما اسستها سنه 2007 على ما اظن. ربما مدتك في العمل الجمعوي طويله جدا، يعني 16 سنه صحيح؟ يعني هل سيؤثر عدم نجاحك في الانتخابات على عملك الجمعوي؟ يعني عدم نجاحك في الانتخابات مثلا رغم عملك في العمل الجمعوي، هل أثر أو سيؤثر على العمل الجمعوي مستقبلا؟ ربما أثر صراحة، ربما الفشل هو سبب باش نعيد الاعتبار لكثير من الامور. صراحه نسيت نفسي في هذيك المنطقه السعيده ديال اجينان، وتقريبا وبغيت صراحه باش نعطي شي حاجه للمنطقه، ولكن في المقابل نسيت راسي. حاليا ربما لن ابتعد عن العمل كثيرا، ولكن سأحاول أن أوفق ما هو شخصي وما هو جمعوي. ما هو جمعوي؟ انتقالتك من الحزب الذي كنت ترشحت فيه، يعني نطرح السؤال، ما هو السبب الذي جعلك تقدم استقالتك من الحزب الذي كنت تنتمي إليه، أو الحزب الذي ترشحت؟ صراحة الأحزاب المغربية فقط لا نسمع عنها إلا قبيل الانتخابات، ما دخلش في المجتمع باش تنقص مشاكل ديال الشعب شخص، فقط الحزب المغربي كتبقى راكدة حتى تقترب الانتخابات قبل أن أدخل في تجمعات الأحرار. كنت في الاستقلال، يعني اشتغلت سنتين في حزب الاستقلال، نعم، 2007 2008، ولكن اكتشفت صراحة بأن لم أجد ذاتيتي في هذا الحزب، إنه فقط حزب يعني يعتمد على الكثير من الأمور لم تعجبني، فانسحبت واتجهت إلى هذا الحزب الحرار. كنت آمل أن أجد فيها ذاتي، أن أعمل لرئيس الصحة العام، ولكن صراحة جميع الأحزاب المغربية لا تقوم بدورها كما يجب، هذا فضلت أنسحب. ربما فضلت الانسحاب بالنسبة للنهايه من العمل السياسي، ما في احد نصوص الكتاب، نعم، احبال المسجد قلت ادعت السياسه الى الابد بعد ان خط في هذا البلد حربا ضروسا بلا عتاد او مدد، خرجت منها في منتهى الكمال انقذ الوضع الذي فسد. ربما سؤال اخير او ما قبل الاخير، ما هي رسالتك الى قرائي كتابك هذا؟ رسالتي فقط ان يقرأوا الكتاب، نعم، وان يستحضروا
واقع هذا الكتاب واقع قرية جبلية مغربية تعاني من الكثير من الأشياء، والمياه، الأرجال، عشت فيها سنوات طويلة، أحسست بأنني غريب عنها، رغم أنني ما وقعت به، الناس غير مبالون هذا، ولكن هناك أمر الشباب المغربي أن يعمل على تنمية منطقته، أن يفكر في ذاته أولا، في مجتمعه ثانيا. أتمنى أن لا تكرر مثل تجربتي. سي أحمد الدوز، كان شكرك على هذا اللقاء هذا، وكانت هناك مسيرة موفقة إن شاء الله. أشكر طاقم من 24، نتمنى فعلا العمل الصحفي الذي يطور مهم في إطار الكثير من قضايا المجتمع التعليمي. لكن أجينا قرب السلمين، ربما لدى الرأيين نفس العام نفس نفس الجهة، نتمنى إن شاء الله أن يكون سجنان إن شاء الله، تغطية للمسجنين إن شاء الله. مرحبا بك أستاذ أحمد. شكرا لقراء ومتابعي الموقع الإلكتروني جريدة التلوين باركات. نضرب لكم موعدا آخر إن شاء الله. طاقم التلوين باركات يحييكم ويتمنى لكم متابعة، وشكرا للجميع.